السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعونا نتأمل في ورقة 10 جنيه اللي اتعمل سنة 1978، لأن في أكتر طبعا من شكل وأكتر من إصدار. فبنلاقيها على أحد الأوجه الأهرامات التلاتة، وحاطط معاهم 2 عشان يأكد إن في أهرامات أكتر من 3 المشهورين اللي هما 3 الكبار، خوف خفرع ومنقرع، وخلى في شمس تسطع عليهم وتسطع بشكل أساسي على تمثال الملك خفرع اللي هو الملك اللي في النص، ودول التمثال بتاعه تمثال رهيب هنتكلم عنه بالتفصيل، ومسجد السلطان حسن على الوجه الآخر، واعتمد في الرسم بتاعته على الرسومات اللي عملها الحملة الفرنسية، وبدأ هو يعملها بشكل آخر بحيث إنها تطلع بسيطة وغير متكلفة ويكون فيها جمال مهيب. وحاطط مطرقة معدنية، المطرقة المعدنية دي متوظفة تبقى موجودة على أبواب المساجد والمدارس زي باب جامع المؤيد شيخ، لكن هو استخدم هنا اللي موجودة على مدرسة الناصر محمد بن قروان في شارع المعز، لأن لو خدت بالك هيبقى السلطان حسن يبقى ابن الناصر محمد بن قروان، فهو حط الإنجازات بين مصر القديمة جدا مع مصر المملوكية في حاجة مشرفة جدا لتاريخ العمارة. وخلونا دلوقتي نركز على مسجد السلطان حسن، لأن هو بيعتبر الهرم الرابع في مصر من شدة عظمته، بيسموه الهرم الرابع. موجود فين لو حد حابب يزوره؟ موجود في ميدان صلاح الدين حي الخليفة بالقاهرة، ورا مسجد محمد علي اللي موجود في قلعة صلاح الدين. يعني لو رحت قلعة صلاح الدين وراه على طول هتلاقي مسجد السلطان حسن، وهتلاقي جنبه مسجد الرفاعي. مسجد الرفاعي ده اتبنى لاحقا ايام اسرة محمد علي، لكن هما الاتنين مع بعض كده تحس ان هما اتبنوا في نفس السنة. طيب مين اللي بنى مسجد السلطان حسن؟ هو الناصر حسن ابن الناصر محمد ابن قلاوون، وتقريبا يعني في التاريخ السلطان حسن مش مشهور غير بالمسجد بتاعه. السلطان حسن هو ولد سنة 735 هجريا، طال الحكم صغير ونتيجة لصراعات كتيرة احنا معرفش هو مات فين. في روايات بتقول ان هو سنة 762 تم القبض عليه وهو كان هربان، ويعني انت عارف فترة المماليك دي كان في مشاكل كتيرة بين بعض، ويعني الحكم لما انغلب. طيب المهندس اللي عمل المسجد دوت هو الامير محمد بن بليك المحسني، هو من امراء اللوف ومن اولاد الناس، ووقف جنب السلطان حسن في محنته. المماليك اصلا مشهورين بالعماره، وتركوا وراهم ارث وتراث يحكي عن مدى رقي المعمار المملوكي. المسجد التصميم بتاعه متعامد، عباره عن 4 ايوانات اللي هم الاربع المذاهب، واكبرهم ايوان القبله. كان بيدرس المذاهب الاربعه الشافعي والمالكي والحنبلي والحنفي. في كل ايوان كان فيه بيتم التركيز على مذهب، وطبعا تفسير القران الكريم، وكان فيه كتاب لاطفال المسلمين اليتامى، وكان فيه كذا ملحق لو في مثلا اهل العلم عايزين مثلا خروه يقعدوا فيها، عايزين مكان ياكلوا فيه، كل الكلام ده كان معمول. السلطان حسن كان يعني نازل مبلغ للموضوع دوت، كان في وقف للناس اللي موجودة في المسجد، وكان المفروض المسجد ده هيتبني فيه 4 مآذن، لكن المأذنة الثالثة وقعت على أطفال، فالسلطان حسن اكتفى بمأذنتين. المدخل بتاع مدرسة السلطان حسن منكسر، بتحس إن الضوضاء اللي بره متوصلش، وأنت فعلا لما دخلت المسجد بتحس كده إن أنت نقلة كبيرة جدا من الدنيا للآخرة. فالمدخل دوت في بعد كده دهليز كبير بيوديك بقى لصحن كبير موجود فيه الرخام. هو كان سلطان حسن تولى السلطنة مرتين، مرة بعد يعني كان عنده 13 سنة، وبعد كده يعني المماليك شالوه وجابوا واحد تاني، وبعد كده هو مسك تاني، فهو تولى 13 سنة. وأول ما انتهت فترة الوصاية بلغ سن الرشد بدأ يتصرف كسلطان حقيقي، بس هو الصراع الأمراء على السلط قبضوه عليه وحطوه في السجن، ونصبوا أخوه اللي هو كان اسمه صالح، خلوه لقبوه بالملك الصالح، صلاح الدين صالح. وبعد كده حصل مشاكل كتيرة، فرجع السلطان حسن ورجع أقوى من مكان،
وخبير بأمور الصراع، وكان حازم ومهيب وصاحب كلمة نافذة. فهو زي ما تقول كان نازر كده ان هو يبني المسجد، وكان سلطان قوي وسلطان حكيم. لكن بناء المسجد ده كان مكلف جدا، بناء المسجد ده كان مكلف جدا لدرجة ان هو كاد ان يذهب بخزانة الدولة. وكان السلطان حسن قال المقولة، يقول لك لولا ان يقال ان ملك مصر مش قادر يبني مسجد كنت قلت لكم وقفوا البناء بتاعه، لان هو اتكلف كتير جدا وخدوات طول جدا، لان هو كان عايز ان الايوان بتاعه يكون اكبر من اكبر ايوان في العالم. سالهم ايه اكبر ايوان، فقالوا ايوان كسرى. قال لهم شوفوا كان مساحته دي وابن واحد اكبر منه، وده فعلا اللي عملوه. كانوا المأذنه برضو لازم تبقى اكبر مأذنه في الفتره دي. فلذلك المؤرخين يعني المؤرخ الفرنسي ادم فرانسوا جومار في كتاب وصف مصر بيقول لك ان ده اجمل مباني القاهره والاسلام، واستحق ان يكون في المرتبه الاولى للعمارة العربيه بفضل قبته العاليه وارتفاع مأذنته وعزم اتساع وفخامه وكثره زخرفته. ورحال المغربي الورتلاني بيقول مسجد لا ثاني له في مصر ولا غيرها من البلاد في فخامه البناء ونبهته. والمقريزي بيقول لا يعرف في بلاد الاسلام معبد من معابد المسلمين يحكي هذا الجامع. والمستشرق الفرنسي جاستون فيد بيقول قد يكون هذا الجامع هو الوحيد بين جوامع القاهرة اللي جمع بين قوة البناء وعظمته ورقة الزخرفة وجمالها، ولا ريب أن هذا البناء لعالمه الشهرة والعظيم القيمة رمز مجد الإسلام وقوته وعظمته ومعترف به. وصفه ابن تغري بردي أن هذه المدرسة ومأذنتها وقبتها من عجائب الدنيا هو أحسن بناء بني في الإسلام. طيب في احداث ارتبطت بالمسجد دوت لسبب ان هو قريب قوي من جامع من قلعة صلاح الدين، ودي طبعا كان مقر الحكم ومسجد محمد علي. فكان لما يكون في احداث سياسيه رهيبه وبالذات في فتره المماليك بيحدث خلاف، فبيكون بيطلعوا فوق المسجد وممكن يضربوا القلعه والقلعه تضرب وهكذا. فلذلك السلطان ظاهر برقوق ده سنة 793 هجريا أمر بهدم السلم الموصل لسطح المدرسة وسد ما وراء الباب النحاسي الكبير وفتح شباك المدرسة للوصول إلى الداخل، لكن تم إعادة البرج بعد ذلك وتم تركيب باب مكان الباب اللي أخده المؤيد الشيخ، وعوض الأمراء مهاجمة القلعة من المدرسة. لذلك أمر السلطان أبو سعيد جمجم بهدم السلم الموصل للأمراء. في صراعات كثيرة حصلت بسبب قرب المسجد السلطان حسن من القلعة، وحاشي كده حصل تلفيات في أكتر من مرة. طيب نختم إن في ضريح صغير كده موجود وفي قبة موجودة فيه وفي عدد من المقرصات الجميلة، بس لكن مش السلطان حسن اللي مدفون هناك، ده ابن السلطان حسن الشهابي ابن أحمد. مسجد جميل جدا، ندعوكم لزيارته. الورقة جميلة يعني تحفة فنية تدخل في مسابقات اللوحة الفنية.